اليوم بدي اسوي كريب دجاج. اول شي رح بلش بالعجينة. كوب حليب، بدي اضيف له 3 بيضات، بدي اضيف له ربع كوب مي دافية وثلاث معالق كبيرة من الزيت النباتي ورشة ملح ورشة فلفل. حركهم مع بعض. وهلا بدي اضيف لها كوب من الطحين. هون بمقلاية، اي مقلاية عندكم نون ستيك، دهنتها بشوي زبدة، ححميها وبلش اعمل بالكريب. هلا بعد ما صارت عندي العجينة جاهزة بدي احطها. بحط تقريبا معلقتين كبار، ببلش احركهم بهالشكل. الجهة الثانية مشان تستوي. هلا عم بساوي الحشوة تبع الكريب. اول شي حطيت معلقة زبدة مع زيت. هلا بضيف بصلة صغيرة مع ثوم. سبانخ. حضيف الفطر المقطع. الدجاج المسلوق. حضيف ملح اسود. حضيف هلا معلقه طحين. وقلبهم مع الطحين ليستوي لهم. حضيف نص كوب من الحليب. واخر شي ححضرها حلوة. ححطها على جنب لتبرد، وبهالاثناء انا حجهز البشاميل. رح اسوي البشاميل. حطيت معلقة ونص كبيرة زبدة مع معلقتين كبار زيت نباتي. حضيف عليهم معلقتين ونص طحين. حركهم بسرعة. اتركوا ليستوي الطحين. بحس بريحته، شم ريحته ححسه استوى. بحس لتر حليب بس شوي شوي مشان ما يكتل معنا. وبضل بحرك لحتى يسمك عندي البشاميل. حضيف الملح، كمان الفلفل الاسود. هحط عندي شوي من البشاميل الصينية وبدهنها. هجيب اول قطعة. بفردها. للموزاريلا المبشورة. وبسكرها. البشاميل فوقه. هحط فوقه كمان جبنة موزاريلا. وهيك بتكون جاهزة ثانية لنحطها بالفرن. هحطها بالفرن على حرارة 180 3 ساعات.